انه يكون على مدار السنه، لانه في كل الحريات تتوفر الاجهزه بتكون، يعني احنا عملنا رؤيه خاصه صاحب الاليات نهينا عقد اجتماع طارئ له علاقة في تشكيل خلية أزمة وتشكيل لجنة طوارئ تحسبا لوقوع أحداث مستقبلية في اليومين القادمين، منها انخفاض جوي، منها سقوط ثلوج، منها سرعة الرياح القادمة والعاتية. والآن قررنا كالتالي: بدء حالة الطوارئ من اللحظة تحسبا وتجنبا لوقوع أي كوارث مستقبلية.